لكم بفيديو جديد. هنتكلم النهارده يا اصحابي يا اخواني يا اخواتي عن قيام الليل. هنشوف قيام الليل كم ركعه، وهنشوف بيبتدي من امتى وبينتهي من امتى، وهنشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كم ركعه. تابعوني. والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والله وبالله وتالله اني احبكم في الله، وسائل بهذا الحب ان يجمعنا في الفردوس الاعلى، انه لي ذلك والقادر عليه. احبابي اخواني اخواتي اصحابي، هنتكلم النهارده عن قيام الليل. تابعوني وان شاء الله باذن الله تستفيدوا وانا استفاد واحنا اسره مع بعضنا. اول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاه بعد الصلاه المكتوبه صلاه الليل. اول شيء يا احباب، الصلاه المكتوبه هي الصلوات الخمس. افضل شيء بعد الصلاه المكتوبه صلاه الليل. ونزل جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سيدنا جبريل ما بينزلش غير لما يكون الامر عظيم. نزل جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعلم ان شرف المؤمن صلاته بالليل، يعني صلاه الليل اللي هو قيام الليل شرف المؤمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه، فقالت له السيدة عائشة الحبيبة زوجة الحبيب بنت الحبيب، قالت له يا رسول الله أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلوا عليه. أخي حبيبي أختي أصحابي، محتاج وظيفة؟ عليك بقيام الليل. محتاج التوفيق في كل شؤون حياتك؟ صلي قيام الليل. محتاج عريس، محتاج عروسة، محتاج رزق زيادة، محتاج صلاح الأبناء، محتاج صلاح الزوجة، محتاج أي شيء في شؤون حياتك، عليك بصلاة الليل. طب ليه علينا بصلاة الليل؟ أول شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ركز معي، قال أفضل شيء، أفضل صلاة على الصلاة المكتوبة هي صلاة الليل اللي هو قيام الليل. وتاني شيء ركزوا معي، ها ركزوا. وتاني شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل. لما ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الله سبحانه وتعالى مستنيك إن أنت تسأله عشان يستجيب لك مباشرة، مستنيك إن أنت تستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله عشان يغفر لك. يقول يا ملائكتي اشهدكم ان غفرت لفلان، يا ملائكتي اشهدكم ان انا غفرت لفلان ابن فلان. هنعرف دلوقتي قيام الليل بيبدا من امتى. قيام الليل احبتي في الله بيبدا من بعد صلاه العشاء الى قبل اذان الفجر بخمس دقائق، ده كده عرفنا وقت قيام الليل. تاني شيء قيام الليل كم ركعه. قيام الليل ما وردتش فيه عدد ركعات معينة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى مثنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا مثنى مثنى، يعني اثنين وتسلم ركعتين وتسلم. فإذا خفت الفجر، خلاص خفت خلاص من الفجر هيأذن، فوتر بواحدة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيصلي 11 ركعة، ورواية أخرى بتقول إنه بيصلي 13 ركعة. يجوز إن أنت تصلي ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 أو 13، صلي ما استطعت، بس أقل شيء ركعة واحدة، ركعة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فوتر بواحدة. وورد في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. مش شرط ان انت تصلي النهارده 11 ركعه، مش شرط تصلي 13 ركعه، صلي بقدر استطاعتك. انا النهارده ممكن اصلي 11 ركعه، ممكن 13 ركعه، على قدر استطاعتك اخوه حبيبي في الله. الصلاه مش عدد ركعات، الصلاه طمانينه، الصلاه قرب من الله، حب، خشوع، تذلل، تضرع. انا وانا بصلي خلاص النهارده صليت قيام الليل ركعه واحده، ثاني يوم لقيت نفسي بصلي صليت ركعتين واوترت بواحده كده صليت ثلاثه، ثالث يوم او رابع يوم لقيت نفسي بصلي خمسة، رابع يوم بصلي سبعة. الموضوع مش موضوع عدد ركعات، الموضوع موضوع طمأنينة، الموضوع ان انت تصلي بحب، تعرف عظمة الخالق، تستشعر مراقبة الله عز وجل. وهقول لكم معلومة كده هتفرحكم. لما انسان بيصلي قيام الليل كل يوم، كل يوم الانسان ده بيصلي قيام الليل، الملائكة بتنظر اليك، بتنظر الى اهل الارض وهم بيصلوا قيام الليل، بتلاقي نور خارج من الارض
ركزوا معايا، نور خرج من الأرض بتراه الملائكة بتقول هذا بيت فلان ابن فلان، بتشوفك الملائكة بتلاقي نور طالع من بيتك وانت بتصلي قيام الليل. شفت انت لما تنظر إلى السماء وتشوف النجوم، كذلك الملائكة تنظر إلى الأرض وتشوف نفس النور بالظبط. فلو يوم الشخص ده اللي بيصلي قيام الليل والنور ما طلعش من البيت، الملائكة بتسأل هو فين فلان اللي كان كل ليلة بنشوف النور خارج من بيته، يعني بعد كده يعرفوا ان فلان تعبان او مريض او حصل معه اي ظرف. فالملائكة بتفضل تستغفر ربنا وتفضل تدعي لك لو انت مريض، وتفضل تدعي لك عشان عايزك ترجع، عايز تشوف النور مرة تانية. الملائكة بتحب تشوف النور طالع من بيتك، عايزين اكتر من كده. الملائكة بتفضل تدعي لك يا رب اغفر لفلان، يا رب يرجع زي الاول، يا رب مش يخف، يا رب اخد حاجته، يا رب يا رب، يفضل يدعو لك لحد ما ترجع والنور يخرج من تاني كما كنت في البداية. هنشوف دلوقتي اتكلمنا عن فضل قيام الليل، واتكلمنا عن عدد ركعات قيام الليل، واتكلمنا عن وقت قيام الليل هيبدأ امتى. طب حد تاني هيسألني انا عايز اشوف الثلث الاخير من الليل بيبدأ امتى. هقول لك الثلث الاخير من الليل، اول شيء شوف المغرب بيأذن الساعة كام، وشوف الفجر بيأذن الساعة كام، واحسب عدد الساعات من الفجر للمغرب وقسمهم على 3. تم. احبابي قال الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى يعني ايه؟ خلاص قاموا نايمين وقاموا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعملوا ايه؟ يدعون ربهم. يدعون ربهم بايه؟ خوفا وطمعا. طب خوفا من ايه؟ خوفا من النار، وطمعا في ايه؟ طمعا في الجنة. يا رب نكون انا وانت وكل اللي بيتابعني وكل المسلمين في كل مكان في الجنة. احبابي عايزين من النهارده ما نضيعش قيام الليل. محتاج اي شيء، محتاج توفيق، محتاج فلوس، محتاج رزق، محتاج اطفال، محتاج تتجوز، محتاج تسافر، محتاج توفيق في كليه، محتاج كليه معينه، عليك بقيام الليل. قيام الليل شرف المؤمن. شفت لما واحده تتجوز ويقولوا بنت فلان من اشرف القبائل، كذلك انت لما تصلي قيام الليل، قيام الليل ده شرف المؤمن. يعني سبحان الله، ينفع حد يضيع شرفه؟ ينفع؟ والله ما ينفع. لو انت ما بتصليش قيام الليل او نفسك تلتزم بقيام الليل، اكتب في الكومنتات اللي انت عايزه وانا ارد عليك، وهقول لك ازاي تبدا تصلي قيام الليل، وهقول لك ازاي تتقرب من ربنا، وهقول لك ازاي تحافظ على قيام الليل، وان شاء الله انا وانتو نكون في الفردوس الاعلى من الجنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اني احبكم في الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر على نشر المزيد ان شاء الله. اشترك الآن ليصلك كل جديد، لتعرف كنوز الإسلام وتأخذ جبال الحسنات.